السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هناخد مع بعض المومنتو ديزاين باترن. تعالوا قبل ما ناخد اكزامبل او نبتدي في اي حاجه نراجع مع بعض هو ايه لازمه المومنتو. طيب المومنتو ديزاين باترن بيخليني اقدر اسيف الستيت بتاعت اوبجكت، فانا لما اسيف الستيت بتاعت الاوبجكت دي اقدر ارجع لها تاني في اي وقت، ومش بس بسيف ستيت واحده، لا انا اقدر اسيف اكتر من ستيت. فلما اسيف اكتر من ستيت كاني عملت سيف للهيستوري بتاعت الاوبجكت دي، فاقدر ابراوز ثرو الهيستوري بتاعت الاوبجكت زي ما انا عايز. طيب تعالوا نطبق الكلام ده على اكزامبل. فتعالوا ناخد اكزامبل بسيط بسيط كده عن جيم. مثلا هنعمل جيم بسيطه فيها عباره عن هيرو، هو راجل كده بيمشي في الماب وقدامه حبه انميز، بيفايت معاهم يقتلهم. بعد ما يقتل كل الانيمز بعدي على الليفل اللي بعديه، يعني مثلا قتل الانيمز في ليفل 1 يقوم داخل على ليفل 2 يقتلهم يدخل على ليفل 3 وهكذا. فتعالوا نبتدي نعمل حاجة زي دي. فأول حاجة محتاجة كاريكتر كلاس اسمه جيم. طيب في قلنا أول حاجة عندنا الليفل بتاعنا، وهيبقى في الانمي كاونتس او النمبر اوف انميز، وهيبقى فيه ايه تاني وهيبقى فيه البوزيشن بتاع الهيرو بتاعي، عشان هو هيمشي في الماب صح، هيبقى هيرو بوزيشن. تمام. وتعالوا نكريت كونستراكتور هسد فيه الحاجات دي. تمام اسف. تمام بس انا مش هبعت حاجه في الكونستراكتور، انا هكريت الحاجات بتاعتي. فهنقول لما يبتدي الجيم هيبقى في ليفل 1، ونقول ان عدد الانيمز هيبقى 100، ونقول ان الهيرو بوزيشن بتاعه هيبقى 0 لسه متحركش صح كده. طيب في ايه تاني احنا محتاجين نعمله؟ محتاجين ان الهيرو يتحرك صح، محتاجين نغير البوزيشن بتاع الهيرو. فتعالوا نعمل هنا فانكشن اسمها set hero position. تمام. وبتاخد steps، وكل اللي هتعمله هتعمل ايه؟ هتاخد الهيرو بوزيشن ده وهيبقى بلس يزود عليه الستبس صح كده. طيب قلنا محتاجين ايه تاني؟ ومحتاجين ان يبقى في انمي بيتقتل. طيب هقتله ازاي؟ هنعمل public void kill enemy kill enemies، وبتاخد مثلا عدد معين من الانميز هقتلهم كل مرة، فهنسميها مثلا hits. ونقول ان الانميز count بتقل ماينس الهيتس، يبقى انا كده مثلا لو قتلت 20 فعدد الانيمز هيقل 20، قتلت 40 عدد الانيمز هيقل 40 صح كده. وهنقول هنعمل كونديشن كده، لو الانيمز كاونت اصغر من او ايكوال الزيرو يبقى اعمل ايه؟ اعلى للليفل اللي بعديه. يبقى انا كده خلصت الليفل اللي انا فيه ده وعايز اطلع للليفل اللي بعديه، فنقول ليفل اب. طيب محتاجين نعمل الفانكشن اللي اسمها ايه؟ ليفل اب. فهتبقى هنا ايه؟ public void level up. تمام. level up بتعمل ايه؟ انا خلاص خلصت level 1 عايز ادخل level 2، فكل اللي انا بعمله ايه؟ بعمل initialization للعبة بتاعتي من الاول صح؟ فهاجي هنا هقول ال level، هقول ال level هيرجع تاني، سوري انا مش هرجع لل level، هيبقى ال level plus plus صح؟ انا بقيت ال level اللي بعديه level 2، وهيبقى الانيميز كاونت هيرجع تاني لمية، والبوزيشن بتاعه الهيرو بوزيشن بتاعي هيرجع تاني لزيرو صح. يبقى انا عملت هنا ايه؟ عملت re-initialization للجيم. تمام كده. طيب
محتاجين نعمل كده، احنا عملنا الجيم، محتاجين نعمل الهيرو بتاعي. طيب الهيرو هياخد ايه؟ هياخد الجيم بتاعتي اصلا، صح؟ هتبقى جيم جيم، وهعمل له كونستراكتور عشان اديله فيها الجيم بتاعتي. طيب الهيرو يقدر ايه؟ يقدر ان هو يمشي، صح؟ هتبقى ووك مثلا، هنسميها ووك، وهيمشي عدد معين من الستبس، صح كده؟ سوري، تمام. طيب تقالوا الأول اللي نجيب هنا دي، أنا دلوقتي عايز أمشي الهيرو بتاعي عدد معين من الستبس، فهعملها ايه؟ يعني لما اجي عشان يمشي محتاج اغير ايه؟ محتاج اغير الهيرو بوزيشن بتاعي. طيب هغير الهيرو بوزيشن بتاعي ازاي؟ بالست هيرو بوزيشن اللي احنا عملناها هنا، صح؟ فانا محتاج اروح اقول جيم دوت سيت هيرو بوزيشن واديها الستبس، صح؟ الستبس اللي انا هديها له هنا هتروح تتزود على الهيرو بوزيشن بتاعي هنا، صح كده؟ طيب ومحتاجين يعمل ايه تاني؟ ومحتاج يفايت، فهتبقى public void فايت، سوري فايت، تمام. طيب في الفايت محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين ان هو يقتل عدد معين من الانيميز، صح؟ طيب تعالوا نقول مثلا ان هو عايزين كل ما يعمل فايت يقتل عدد راندوم من الانيميز، يعني مثلا عمل فايت اول مرة قتل 5، تاني مرة قتل 10، تالت مرة قتل 20. فتعالوا نعمل حاجة راندوم زي دي ازاي. تعالوا الأول نجنريت راندوم نمبر، تمام. نعمل هنا راندوم راندوم equal new random، سوري equal new random. بعدين هنقول ان في عدد الهيتس اللي هو عدد الانيميز اللي هو هيقتلهم، تمام، equal random dot next int، وهديله هنا 20. طيب ايه السطر اللي انا كتبته ده هنا؟ معناه ايه؟ معناه البوند بتاعي 20. يعني ايه البوند بتاعي 20؟ يعني generate random number ما بين الواحد لحد البوند، فالبوند هنا 20، يعني generate random number ما بين الواحد والعشرين. فانا كل مرة هنادي فيها فايت هيحصل ايه؟ هينادي اي راندوم نمبر ما بين 1 و20، وبعد كده انا عايز ابعته لكل انيمز. فلما ابعته لكل انيمز ايه اللي حصل؟ بقى كل مره بيقتل عدد مختلف او عدد راندوم من الانيمز، صح؟ مره قتل 1، مره قتل 20، مره قتل 5، مره قتل 10، بس مش هيقتل اكتر من 20 في المره الواحده، صح؟ فالمفروض هنا اعمل ايه؟ اروح انادي بقى على كل انيمز، صح؟ فاروح اقول جيم دوت كل انيمز، وهتاخد الهيتس. فلو هنا مثلا قتلت 15، هتروح هنا 15، هتيجي هنا هينقص من الانيميز 15 ويكمل. طيب لو انا خلصت الانيميز في الليفل بتاعي فبقيت اقل من زيرو، هيقوم عامل ليفل اب، هيخلي بقى ليفل 2 ويرجع تاني يعمل ري انيشاليزيشن للجيم بتاعتي، بقى الانيميز كاونت عندي 100 والهيرو بوزيشن راجع تاني لزيرو، تمام لحد هنا. طيب تعالوا نجرب اللي احنا كتبناه ده ونشوفه هيشتغل ولا لا. بس قبل ما نجرب عشان يبقى اللي احنا هنطبقه ليه معنى، تعالوا نعمل override للتو سترينج، تمام. هتبقى هنا سوري public string to string، تمام. احنا عايزين نطبقه ايه؟ عايزين ترتيرن ال level number، بس ترى نعمل كومة كده، وبعدين نقول هترجع ال enemies count، plus count، نعمل plus دي تاني، plus عايزين نرجع ايه تاني؟ عايزين نشوف ايه تاني؟ ال hero position، هتبقى هنا سوري بلس 0
عشان منكم اكتر. تمام، انا هيطبع لي الليفل وهيطبع لي العدد بتاع الانيمز بتاعي وهيطبع لي البوزيشن بتاع الهيرو. طيب تعالى نكتب المين عشان نقدر نجرب حاجة زي دي. تعالى هنا في المين، فين اول حاجة محتاجة كارت الجيم بتاعتي، فهعمل جيم جيم ايكوال جيم جيم. تمام، بعدين عايز اكريت الهيرو بتاعي، فتبقى هيرو هيرو كل نيو هيرو، والهيرو ده بياخد الجيم بتاعتي صح كده. بعدين تعالوا نعمل ايه بقى، بعدين هنطبع الجيم عشان نشوف الستيت بتاعت الجيم بتاعتي. بعدين نروح نخلي الهيرو يوك، نعمل هيرو دوت ووك يمشي 20 مثلا، سوري. بعدين هيرو دوت كيل دوت فايت، حارب بقى الانيمز دي. بعدين نشوف هيحصل ايه. تعالوا نرن كده، تمام. هنا قبل ما اعمل اي حاجة كان عندي، او كنت انا في ليفل واحد وعندي 100 انمي ولسه في بوزيشن زيرو ما اتحركتش. طيب بعد كده انا قلت له امشي قد ايه، امشي 20 خطوة وفايت. فراح انا دلوقتي في ليفل واحد، قتل حبة انميز بقى 92 انمي ومش 20. طيب تعالوا نكمل نخليه فايت حاجة كمان. دي انا عندي هيرو مثلا دوت ووك، نقول مثلا نخليه يمشي 30 بعدين فايت ونشوف هيحصل ايه. بعدين نطبع تاني الستيت بتاعت الجيم بتاعتنا. جيم تعالوا نقول تمام، ادي اهو ليفل واحد 100 زيرو، انا لسه ما بدأتش عملتش اي حاجة. بعدين حركته 20، قتل حبة انيميز بقى فاضل 89 واحد ولسه في ليفل واحد. بعدين حركته 30 فاتحرك 50 خطوة، وقتل حب انمي واحد فبقى 88 ولسه في ليفل واحد. طيب تعالوا مثلا نبيت الكلام ده، نخليه مثلا يفايت كتير لحد ما نشوف هيعمل يعني يغير الليفل مثلا صح. تعال نقول هنا هيفايت، وهنا هيفايت تاني، وهنا هيفايت تالت. تمام، تعالوا ناخد الكلام ده كده. الزرار بايظة للأسف. ناخد الكلام ده كده مثلا كنترول سي ننزل، وبعد ما باشا 30 ستيب يعمل الكلام ده كده تاني. تعالوا نعمل واحدة كمان. نقول هنا هو مشى 50 خطوة مثلا، نشوف هيحصل ايه. تمام، تمام، هنا حصل ايه؟ ادي كان لسه في بداية الجيم، مشى 20 خطوة فضل 57 واحد، مشى 30 فبقى مشى 50 خطوة، اتفضل 26 واحد. بعدين مشى تاني اتفضل 26 واحد. تمام، بعدين ايه، دخل على ليفل 2. ثانية، في غلطة هنا تقريبا. انا مطبع هنا مرتين. تمام، بعدين دخل على ليفل 2، قتل خلاص بعديها قتل كل الانيميز.
دخل على ليفل 2 وقتل الناس، فضل 91 واحد ورجع تاني بوزيشن 0، يعني لسه متحركش. طيب احنا لحد دلوقتي احنا ما بانش فايدة المومنتو ولا احنا محتاجين نستعمل المومنتو في ايه. كل الكلام ده عادي واحنا عارفينه وعملناه قبل كده. طيب انا هحتاج مومنتو في ايه هنا بقى؟ فلنفترض دلوقتي انت في الجيم وماشي، جيم عادية تمام، بيبقى فيه تشيك بوينتس صح، انت عايز تاخد تشيك بوينت بحيث ان انت لو مت بترجع تاني للمكان اللي انت كنت فيه، قفلت اللعبة وقمت عملت حاجة رجعت فتحت اللعبة تاني، فانت هترجع للمكان اللي انت كنت واقف فيه صح. فلو على الاكزامبل بتاعنا دلوقتي، فرضا انا في ليفل واحد، في ليفل 1 وقتلت 21 واحد ومشيت 50 خطوة وقررت ان انا عايز اقفل اللعبة، لما اجي افتحها عايز ريزيوم، فلازم هبتدي منين؟ من عند ليفل واحد، فاضل لي 21 انمي فاضل ومشيت 50 خطوة مثلا صح. فحاجة زي دي اسمها ايه؟ انا بسيف الستيت بتاعت الجيم بتاعتي. طيب ايه الستيت بتاعت الجيم بتاعتي هنا؟ هما دولت التلاتة، دولت هما الستيت بتاعتي صح؟ الليفل والانميز والنمبر اوف انميز والهيرو بوزيشن صح كده؟ طيب ازاي بقى اعمل المومنتو هنا؟ المومنتو انا هاجي اكريت كلوز جديدة تمام؟ وهسميها جيم ستيت. جميل. وجوه الجيم ستيت دي، تعالوا نقفل هنا بقى، تعالوا نخلي الجيم هنا، جوه الجيم ستيت انا هخلي فيها، هعمل هانكابسوليت جواها الستيت بتاعت الجيم بتاعتي، يعني هاخد الكلام ده واحطه هنا تمام. طب انا استفدت ايه لما انا عملت انكابسوليشن للستيت بتاعتي؟ لما اعمل انكابسوليشن للستيت بتاعتي في حته واحده هقدر اسيف بعد كده الستيت بتاعتي، وهنشوف الكلام ده ازاي. وهنفهم ايه فايده الانكابسوليشن اللي احنا عملناه ده، بس تعالوا ايه نمشي واحده واحده. انا عملت حطيت دلوقتي ال انا دلوقتي سوري اه انا دلوقتي حطيت الستيت بتاعت الجيم بتاعتي خلاص في كلاس. تعالوا نعملها سيترز وجيترز تمام، ليهم كلهم عشان نعرف ناخدهم. وتعالوا ايه تاني، ماشي تمام. تعالوا نعمل لها كونستراكتور عشان اقدر انديها تمام. فنعمل alt insert، نعمل لي كونستراكتور بالتلاتة دولت تمام كده. وهنا بدل ما انا كنت بقول int level و int enemies count و int hero position وبعملهم بايدي، كل اللي انا هعمله ايه؟ هعمل private هكريت بقى game state تمام، هسميها game state. هو هاجي هنا في الكونستراكتور هشيل بقى الكلام ده كله خالص وأحول بقى الجيم ستيت equal new جيم ستيت صح، وهوديها ليفل واحد وعندي 100 انمي وعندي البوزيشن بتاعي بزيرو تمام. طيب طبعا الكلام ده بوظ حاجات كتيرة، فهنا انا خلاص ما عنديش لوكال فاريبل اسمه هيرو بوزيشن صح. فانا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اروح عند جيم ستيت واجيب واعمل سيت للهيرو بوزيشن صح. بس قبل ما اعمل سيت محتاج اجيبه، تبقى جيم دوت، تعالوا نكبر دي شويه عشان تعرفوا تشوفوا، تبقى جيم ستيت دوت جيت سوري مش اني كانت جيت هيرو بوزيشن تمام. وهيبقى هزود سوري هات ال وزود عليها الستبس اقفل تمام كده ماشي. طيب في ال enemies count انا عايز اعمل ايه؟ هقول game state dot set ال enemy count صح، وهنا جواه هروح ال game state وجدت اصلا ال enemy count بتاعتي. ال enemy count بتاعتي اللي هتطلع minus ال hits واقفل. طيب وهنا محتاجين هنقول game state dot get enemies count، لو هي اقل من 0 يبقى level up،
في حاجة تانية باظت. اه رينيشاليزيشن، هنشيل بقى الكلام ده كله. هنيجي هنا نقول جيم ستيت دوت سيت ليفل، وهنقول انمي جيم ستيت. هنجيب الاول الجيم ستيت، هنجيب الاول الليفل بتاع الجيم ستيت دلوقتي، فتبقى جت ليفل، والليفل ده اعمله بلس 1 عشان تزود الليفل. هنا تبقى جيم ستيت دوت سيت انمي كاونت بكام؟ ب 100. طيب الهيرو بوزيشن نرجعه تاني لزيرو، فهتبقى ست الهيرو بوزيشن زيرو. طيب هنا بقى هناخد الكلام ده، خلاص مش الجيم هي اللي بتطبع ده، سوري انا اسف، مش الجيم هي اللي بتطبع خلاص، ده الجيم ستيت دلوقتي هو اللي بيعمل الكلام ده كله في الجيم ستيت. فهدي كده هنا هنحطها هنا. تمام هنيجي هنا ومش هنريتيرن بقى الكلام ده، هنريتيرن الجيم ستيت دوت تو سترينج. تمام طيب المفروض انا دلوقتي لما اعمل رن مفيش اي حاجه اتغيرت، انا بس غيرت الانكابسوليشن بتاعت، انا ما غيرتش حتى الانكابسوليشن، انا غيرت بس الديزاين بتاع الجيم بتاعتي، وعملت انكابسوليشن للستيت بتاعت الجيم في حاجه لوحدها، صح كده؟ فانا المفروض لو عملت رن الموضوع يشتغل طبيعي. تمام دي هنا ماجا 0 20 خلص، دخل على ليفل 2 كمل في ليفل 2 ووقف. تمام كده. طيب انا استفدت ايه بقى لما انا عملت انكابسوليشن للجيم ستيت في كلوست لوحده؟ انا استفدت ايه؟ انا دلوقتي اقدر اسيف الستيت بتاعت الجيم بتاعتي مثلا في اري ليست، صح؟ وارجع لها تاني. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اجي هنا اعمل اري ليست، صح كده، برايفت اري ليست اوف جيم ستيت عشان هيبقى التايب بتاعها جيم ستيت، صح؟ واسمها تشيك بوينت بس، اقدر اسيف فيها الستيت بتاعتي، صح؟ بحيث لما ارجع لستيت معينه ارجع ليها. فانا الطريقه بتاعت الديزاين دي او الديزاين باترن ده خلى عندي ability ان انا اسيف الستيت بتاعتي، غير في الاول. في الاول انا كنت ازاي اقدر اسيف الستيت بتاعتي؟ ازاي اقدر اسيف الليفل والانيمز كاونت والهيرو بوزيشن؟ ما كانش ينفع، صح؟ لكن لما عملت الكلام ده كله انكابسوليتد جوه الكلاس خلاني اقدر اعمل انكابسوليشن، او خلاني اقدر اسيف الستيت بتاعت الجيم بتاعتي. طيب تعالوا نشوف ازاي. انا هنا عملت اري ليست اسمه تشيك بوينت، صح؟ فالمفروض اجي اعمل له انيشاليزيشن في الجيم في الكونستراكتور. فنقول هنا التشيك بوينت ده ايكوال نيو اري ليست اوف جيم ستيت. تمام كده. طيب ومحتاجين نعمل ميثود اسيف بيها، فتعالوا نعمل هنا مثلا ميثود هنسميها public void اسمها save checkpoint بس. تمام كل اللي انا هعمله هنا هقول checkpoint dot add new game state، وهتاخد تعالوا احنا الاول نسمي الجيم ستيت دي احسن، تعالوا نسموها اسم تاني احسن عشان ما نتلخبطش. ف سيرش على جيم ستيت ونخليها current game state. تمام كده. فانا هاجي هنا وعايز اسيف في ال current game state بتاعتي، صح؟ كل حاجة انا وقفت فيها، فهروح انادي current game state dot get level، وهروح اجيب ال current game state dot get ال enemies count، صح كده؟ فاضل لي ايه؟ فاضل لي position، فتبقى ال current
نيم ستيت دوت جيت الهيرو بوزيشن. ايه نقفل، تعالوا نقفل ده خالص، احنا ايه خلاص مش عايزين. تمام كده. طيب انا اكيد انتوا بتسالوا نفسكم دلوقتي، انا ليه كرييت اوبجكت جديده من الجيم ستيت وما عملتش دوت اد كرنت جيم ستيت على طول؟ ليه؟ لان كرنت جيم ستيت ده في الاول وفي الاخر هو ريفرنس، صح؟ يعني انا لو سيفت الريفرنس ده وجيت غيرت فيه بعد كده هيتغير، يبقى انا كده ما استفدتش اي حاجه، ما سيفتش الحاجه بتاعتي. انا بالعكس انا عايز اسيف الارقام دي تبقى ثابته عندي، فيعني ان انا عايز اسيف الارقام دي تبقى ثابته عندي، ده معناه ان انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل كوبي للاوبجكت ده، مش عايز اسيف الريفرنس بتاع الاوبجكت، عشان الريفرنس بتاع الاوبجكت ده هيتغير مع الوقت، صح؟ لكن انا عايز اخد كوبي منه، فعشان اخد كوبي منه محتاج اكريت اوبجكت جديده من الجيم ستيت اسيف فيها الحاجات بتاعت الجيم ستيت بتاعتي اللي زي الليفل وال number of enemies وال position بتاع الهيرو بتاعي، صح كده؟ طيب انا خلاص عملت سيف، طب الود ازاي الجيم ستيت بتاعتي، او الود ازاي التشيك بوينت بتاعي عشان ارجع لها تاني؟ فتعالوا نعمل حاجة هنا ميثود اسمها load checkpoint. هتخلي ال current بقى game state بتاعي equal ال check point دي dot get index، تمام؟ وهنخليها تاخد int index اللي هو يقول لي انت عايز انهي واحدة يعني، تمام؟ طيب تعالوا نجرب الموضوع ده، تعالوا نفتح المين، تعالوا مثلا هنا كده عشان نبين بقى الموضوع، تعالوا نقول هنا sout game started مثلا، تمام؟ بعدين هقول له امشي اعمل حبة حاجات، بعدين اتبع جيم ستيت، بعدين سيف بقى اعمل هنا تشيك بوينت، فهقول له هنا جيم دوت سيف تشيك بوينت. تعالوا بعديها نقول التشيك بوينت سيفد بس، تمام؟ تعالوا نعمل كده. وتعالوا بعد ما يخلص الحاجات دي كلها انا عايز بقى ايه الود، فتعالوا نقول هنا اسبويت ونسميها مثلا نقول restoring ادي تشيك بوينت، حبيت مناظر كده. طب هريستور ازاي؟ هروح انادي الجيم دوت لود للتشيك بوينت، صح؟ انا تشيك بوينت اوف جيم زيرو، انا ما سيفتش الا واحده، صح؟ فهتبقى في اول اندكس. تعالوا نرن كده نشوف. ماشي تعالوا بقى نبص. جميل، الجيم ستارتد، ابتدى عندي انا في ليفل واحد عندي 100 انمي، انا في بوزيشن زيرو، بعدين رحت قتلت حبه انميز فضل عندي 65 ومشيت 20 ستيب، بعدين اخدت تشيك بوينت، فالمفروض لما ارجع تاني هيرجع فين؟ هيرجع عند الحته اللي انا وقفت فيها اللي هنا. فهو كمل، بعدين قرر ان هو عايز يعمل ريستور للتشيك بوينت. اوكي احنا ما عملتش سبرنت، انا اسف، فالمفروض اعمل هنا اس اوت للجيم. تعالوا عشان اكيد الارقام اتغيرت عشان احنا راندم. فهو ابتدى هو جيم ستارتد ب 100 عادي، بعدين قتل حبة انيميز فضل 59 ومشى 20 ستيب، بعدين اخد التشيك بوينت بتاعته، فالمفروض لما يعمل ريستور هيرجع على ايه؟ على الجيم ستيت دي، صح؟ فهو مشى وعمل حبة حاجات، بعدين قرر ان هو عايز يريستور تاني، عمل ريستور في ايه؟ هنا اهو. فانا في ليفل 1 فاضل 59 انمي ومشيت 20 ستيب، بصوا هي صح. فانا كده قدرت اعمل ريستور او قدرت اعمل اندو للستيت بتاعت الاوبجكت بتاعي اللي هي الجيم،
صح كده؟ طيب، في حاجة كده صغيرة ممكن نتكلم فيها كده شوية. هنا أنا عملت سيف للجيم في أري ليست، هل دي الطريقة الوحيدة اللي أنا أقدر أعمل بيها سيف؟ هل دي الديتا ستراكشر الوحيدة اللي أنا أقدر أسيف بيها الستيت بتاعت الجيم بتاعتي؟ لا، في كذا طريقة. يعني مثلا أنا لما عملت أري ليست أنا استفدت إيه؟ استفدت إن أنا أقدر أسيف أكتر من ستيت للأوبجكت بتاعي، فبقى عندي هيستوري للستيتس بتاعت الأوبجكت ده، صح كده؟ اقدر اروح عند 0 اسيف ستيت معين، عند 1 اسيف ستيت تاني، عند 3 اسيف ستيت تالت، واشوف اني ستيت انا عايز ارجع له، عند 3 ولا 2 ولا 1 ولا 0، صح؟ فانا قدرت زي ايه اسيف هيستوري للستيتس بتاعت الاوبجكت بتاعي. طب فرضا انا عايز اسيف ستيت واحده بس اللي هي اخر ستيت، ساعتها كنت هعمل ايه؟ كنتش هعمل اي ليست، كنت كل اللي انا هعمله هخليها فاريبل اوف جيم ستيت، صح كده؟ طيب، في طريقه تانية ألذ، ان انت مثلا تسيف الستيت بالليفل بتاعك. يعني مثلا تقول ليفل 1 ده الستيت هنا، ليفل 2 ده الستيت، ده ليفل 3 ده الستيت، فانت بحيث ان يبقى كل ليفل عندك ستيت انت عايز تسيفه. طب حاجه زي دي هعملها ازاي؟ هعملها بهاش ماب بقى او بهاش تيبل. فمش هتبقى هنا بقى خلاص اري ليست، صح؟ هتبقى هنا هاش تيبل او تمام اسمها تشيك بوينت، وهنا كل الناحية دي هنا بقى خلاص مش هتبقى هنا كده، فتبقى نيو هاش تيبل، صح؟ وهديله الحاجتين بتوعي اللي هو الجيم ستيت، وهديله الكي بتاعي اللي هو اللي هيبقى سترينج اللي هو هيبقى الليفل بس. المهم انا المومنتو ديزاين باترن ساعدني ان انا اقدر ساعدني ان انا اقدر ان انا اسيف للستيت بتاعت الجيم بتاعتي، بحيث ان انا اقدر اخد تشيك بوينتس وارجع لها تاني. الديتا ستراكشر بتاعتك اللي انت تقدر تسيف بيها الستيت دي ترجع لك، يعني انت عايز تسيفها هاش ماب بحيث ان انت تسيف ليفل دي ترجع لك، عايز تسيفها زي اري ليست قشطه، عايز تسيف اخر ستيت فساعتها تعمل فاريبل، فالموضوع فليكسبل. بس الميمنتو قدر يساعدني في حتة ان انا اقدر اعمل اندو للستيت بتاعتي او ريدو. بس ده الميمنتو ديزاين باترن باختصار كده وباكزامبل. يا رب يعني تكونوا استفدتوا، ولو حد عنده سؤال في اي حاجة you are more than welcome يعني ان انت تسألني. بس ان شاء الله تكونوا بخير، باي باي.